بالنسبة للاعتقالات بقاو ثلاثة مرشحين في القائمة، أحد المرشحين الآن معتقل واليوم خميس عنده جلسة في منوبة وعنده تقريبا 20 أو 22 قضية معنا مفتوحة بسبب التزكيات، الرجل يتعرض إلى هرسلة متواصلة. أيضا ثم كلام غير مؤكد على كل على فتح بحث تحقيقي ضد المرشح الثاني اللي هو تقريبا من نفس منظومة 25 جويلة، يعني من سيبقى في السباق غير رئيس الجمهورية بالفعل؟ يعني في هذا المناخ أنتم مع المشاركة في الانتخابات بهذه الوضعية، الوضعية الكارثية خلينا نقول السريالية المضحكة المهزلة المسخرة، أم مع مقاطعة هذا المسار الانتخابي لعدم توفر الظروف والمناخ المناسب لإجراء انتخابات على الأقل فيها قدر أدنى من النزاهة والشفافية؟ أنا الحقيقة جزء من المعادلة عندي أنا أنه المرة هذه نحب أنه لا نقود الشعب التونسي إلى الجنة بالسلاسل، وهذا القول قلته أكثر من مرة، لأنهم هم في جزء من ترذيل الديمقراطية، ترذيل النخبة، نخبة الديمقراطيين اللي استمر 10 سنوات بحجة أنه لا هم لهم إلا السلطة وإلا الحكم، وحتى توره معناها كيف ينظر جزء من الرأي العام إلى العملية باعتبارها صراعا على السلطة وأنكم أنتم تصارعوا في قيس، رغم أنه الصراع على السلطة هو جزء من طبيعة الاجتماع السياسي واللي تخلقت الدولة، ثم صراع على السلطة، لكن ثم فرق بين الصراع على السلطة بطريقة حضارية ومدنية وسلمية وديمقراطية، فين الناس تمشي تتوجه لصناديق الاقتراع باش الشعب يقول كلمته باش هو الذي يتحمل مسؤوليته ويختار حكامه، وبين الصراعات الهمجية اللي هي قائمة على الانقلابات العسكرية وقائمة على الصراعات المسلحة أو العنيفة إلى غير ذلك. أنا في رأيي معناها المعارضة التونسية تميزت منذ زمن بورقيبة بإصرارها على الطابع المدني والسلمي والحضاري، وهذا اختيار ماهوش سهل، ويفترض أن تحيى عليه النخبة التونسية لأنها مؤمنة بأنه أفضل أنواع النضالات هي النضالات المدنية والسلمية غير العنيفة. ثم نحن رأس مالنا دولتنا ورأس مالنا هالبلد الصغير الذي نعيش فيه، فلا نجازف بمصالحه العليا ونجوع على أرواحنا ونجوع على أنفسنا ونكتم مزاجنا ونكتم غيظنا ونكتم حتى أفكارنا أحيانا وآراءنا تقديرا منا لانه مصلحه البلاد العليا تقتضي ذلك. فانه يتم الصراع على السلطه بطريقه حضاريه هذا شيء عظيم، بقى انا مع انه الشعب يتحمل زاد مسؤوليته، يعني اذا قرر الشعب انه يقاطع فله ذلك، اما اذا قرر انه يشارك فايضا شيء عظيم. الشعب التشيلي شارك في ظل بيونيشي اللي هو معناها دكتاتور متغطرس مارس السلطة بالحديد والنار والقتل والكذا إلى غير ذلك، معناها مثال للدموية بيونيشي، ومع ذلك خرج تشيليون إلى الانتخابات في أكثر من مرة، وهنا نشوفه في فنزويلا، زاد في فنزويلا وقع الهروب بالحكم نسبيا، طبعا تحت مشروع سياسي، تحت تنظيم سياسي، تحت صراع بين تيارين يعني عريقين في الصراع، ولكن في نهاية الأمر دائما المعارضة تقرر أن تشارك في الانتخابات، ويذهب الشعب ويخوض معارك انتخابية شرسة. آخر معركة اللي هي وقع التشكيك فيها في الانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية، وقيل أن النظام في فنزويلا زورها، لكن الشعب خرج وراء مرشح المعارضة، وعلى فكرة هو كان مرشحا ضرورة لأنه زعيمة المعارضة منعت من الترشح وسجن، ولكن الشعب أنا رأي قام بواجبه. عندما يقوم الشعب بواجبه لا تستطيع إلا أن تقول أنه المستقبل بإذن الله. يعني طيب، يعني في تقديرك أنت دكتور اعتمادا على بعض التجارب المقارنة موجودة كما قلت أنت في تشيلي في البيرو مع فرانشيسكو موراليس مع في فنزويلا في عديد الدول الأخرى، ترى أنه المشاركة هي لربما تؤدي إلى إزاحة الاستبداد وهي الوسيلة الوحيدة لإزاحة الاستبداد؟ المشاركة هي أيضا مش فقط لحظة، لا، المشاركة أيضا مسار، والمشاركة عندها أبعاد مستقبلية. إحنا نحب الشعب التونسي يرجع يشارك ويقرر ويحس أنه هو اللي حدد مصيره بنفسه ويتحمل مسؤوليته معانا. يعني نحن نقوله طيب
كي 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 نقولوا يقول اه والله انتم تصارعوا على السلطه وعلى الحكم وليكم باش تولوا وزراء وباش تولوا حكام وباش لا 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 نحن نريدك انت ان تتحمل مسؤوليتك يا سيدي وانتخب ان شاء الله اللي تحب تنتخب انتخب واحد. طيب اي معنى لمشاركه في نظام انقلابي يعتبر معركه الانتخابات هي معركه بقاء وفناء وانه قال في احد المناسبات او في عديد المناسبات انه لن يسلم هذه السلطه الا للوطنيين والوطنيين معروفين شكون عند جانبه هو يقول والشعب التونسي ايضا يمكنه يعني ما الذي يمنعه من تزييف اراده الناخبين اذا زيفت سنقول انتخابات مزيفه هو معناها التزييف لماذا لم يحصل في نسب المشاركه المره الماضيه لانه من الصعب اليوم انك تزيف هيبدي عمليه التزييف بدات بعد المرشحين هذه جزء من العمليه الانتخابيه قد تستطيع قد لا تكون لك القدره على انك تتدخل في شيء ولا تستطيع ان تتدخل في شيء يعني هو اصدر المرسوم 54 اللي هو سيء الذكر واللي هو أدخل الكثير من بما فيهم سيادتك يعني أدخل الكثير من الناس إلى من الصحفيين وكذا إلى السجون لكن بطلوا الصحفيين التوانسة ينتقدوا ويمارسوا دورهم في رأيي لا يعني هذا هو الصراع والشعوب تكون جديرة بحياة سياسية أفضل كلما قدمت تضحيات وكلما شاركت وكلما عبأت نفسها في معارك الحق وكلما غيرت يا اخي الشعب البنغالي اليوم يا اخي ما حسينا واجد فازت في الانتخابات قبل اسابيع على فكره من ازاحتها ولكن الشعب قرر ازاحتها لو لم يخرج الشعب ويقوم بازاحتها هل كانت ستنزاح لم تكن لتنزاح شعوب ايضا يلزم نتعودوا ونتعلموا انه نؤمنوا بقدرتها وبدورها وخليها تتحمل مسؤوليتها